الصحة هي الصح. طبعا تلفزيون لينا خصصنا فقرة صحية، كانوا شافونا المشاهدين فيما قبل في الموسم الأول والموسم الثاني تاع الصحة هي الصح، ولكن احنا اخترنا محطتنا في هذا الموسم لينا تي في باش يتابعونا ان شاء الله متابعينا في صحة هي صح. صحة هي صح دائما هناك جديد في موسمها الثالث. الجديد هذه المرة هو انه راح يعني ندخلوا نتعمقوا في المواضيع، يعني كل مرض على حدة ندخلوا اكثر في التفاصيل، ونحاولوا ان احنا يعني نطرحوا الأسئلة اللي يقدر المشاهد انه يكون هو يتسائلها وراء الشاشة ديالو باش ياخذ الإجابات اللي تنفعوا. طبعا راح يكون معايا فريق كبير ما شاء الله في أطباء واستشاريين التغذية، ولكن راح يكون معنا في كل حصة راح نستقبلوا ضيوف متخصصين في الأمراض اللي راح ندقوا معاهم ويجاوبونا إن شاء الله على كل الأسئلة ديالنا. نعم.